سريع استوعب يا جماعة. أنا مش حنقول لكم العملية هذه ما تخافوش منها. قمت بها راه يتشرف في الثورة الجزائرية، ومن اليوم الاسم نتاعك الثوري راهو سي أحمد. تفضل. هكذا تكون التحضيرات الأولية قبل بداية تصوير الأفلام الثورية التي يجسدها هؤلاء الشباب الهاوي بمنطقة الجرد بقسنطينة، حيث يقومون بإحياء القصص الثورية في أفلام قصيرة بدقة عالية واحترافية كبيرة. الفكرة كانت مجرد عن هي عبارة عن حلم كان يراودني منذ الصبا، خلينا نقولوا هي فكرة تحققت بفضل إرادة الشباب اللي معايا والعزيمة اللي عندهم. لما طرحت عليهم الفكرة مباشرة لقيت تجاوب حقيقة ما كنتش نتخيل فيه. هدف توعوي أكثر حتى نوعي ونغرس الروح الوطنية اللي صارت، قلما نسمع الناس يتحدثوا عليها في المقاهي والأماكن العمومية، لأنه مجمل أحاديثهم راحت إلى الكرة إلى السياسة إلى أشياء. فقررنا إحنا أنه نلفتوا انتباه المواطن الجزائري أو الفرد أنه عنده تاريخ. هؤلاء الشباب عقدوا العزم أن تحيا الثورة الجزائرية في قلب كل الأجيال عن طريق ترسيخها بأفلام تبقى في الذاكرة. موحد تلقى واحد جزائري موش كما نقول هنا ما عندوش هذيك الروح الوطنية ولا بلاده، وما نساوش حنا بلي رانا في بلاد الشهداء، وان شاء الله يا ربي نلقاو ان شاء الله كل الشباب بهذا الطموحات. العنوان تاع الفيلم أمانة لن تضيع، وان الأمانة هذه راهي يعني الثورة الجزائرية ثورة عظيمة ولازم نرسخوها في أذهان الشباب. وعلى الرغم من كون هذه الفكرة الأولى على مستوى الولاية، إلا أن التهميش كان البطل الرئيسي في حياة هؤلاء. وعندنا مشاكل عديدة رانا نتخبطوا فيها، خلينا نوضحوا الأمر ونقولوا مشاكل مادية 100%، ما عندناش كيفاش حتى نقدروا نطلعوا لهنا باش نسجلوا الأعمال تاعنا، رانا نجيو يجيبونا الناس متطوعين. يظل الوطن أمانة في أعناق الأجيال القادمة لتستمر رسالة من رفعوا السلاح عاليا من أجل الحفاظ على استقلاله وشموخه.